يعني في دخول الصيف كده بقى، واللي بينزل بحر واللي عايزه تغير لون شعرها عشان تعمل لون مطرقع وملون كده وتحتفل بيه، والمناسبات الكتير واحنا الحقيقه كمصريين وكعرب بنحب نتبسط، فمناسباتنا كتير. بس كمان مشاكل الشعر والبشره بتظهر كتير قوي 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 في تغيير الجو. يعني روتين الشعر في الصيف حاجه، وروتين الشعر في الشتاء حاجه، والخريف حاجه. عشان كده دايما باكد على المعلومه دي، احنا دايما محتاجين يبقى في حياتنا دكاتره بجميع التخصصات. ما تساليش مجرب، الله يرضى عليكي، ما تسالي مجرب، لازم تروحي لطبيب علشان انت حاله خاصه، كل بني ادم في الدنيا ليه حاله خاصه. عشان كده مشرفانا ومنورانا النهارده في الاستوديو دكتور نجلاء سرحان، دكتوراه في التغذيه العلاجيه، وكمان حاصله على دبلومه التجميل والليزر، ومدير شركة أورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبية. أهلاً. أهلاً. أنا بحب أستضيف التخصص ده تحديداً عشان بحس اسم الله ما شاء الله، لا وشكو جميل ومريح. حبيبتي تسلمين يا رب. عاملة يا دكتور؟ للسكر. الحمد لله يا حبيبتي. نعمل يا دكتور بقى في دخول الصيف، وبالتحديد الشعر الأويلي أو الدهني اللي هو أحياناً بيطلع روايح ما يعلم بيها إلا ربنا. بصي هقول لك على حاجة. مبدئياً كده إحنا الشعر الأويلي أو الدهني أو الحاجات دي كلها المفروض ليه روتين معين. يعنينا ان احنا نغسل شعرنا المفروض 3 مرات في الاسبوع، ده مهم جدا. الناس مرات. اللي عماله تغسل شعرها باستمرار دي غلط. أوكي. لان الاويل ده انا محتاجاه برضو عشان يغذي الشعر. انا مش محتاجه ان انا انزله باستمرار فاجهد الشعر، فبالتالي من هنا طول الغسيل المتكرر. الناس فاكره ان الفروه الدهنيه طول ما هي بتفرز عندي دهون انا بغسلها كل يوم. في ناس تقول لك انا هدخل تحت الدش باخد بحط شعري كل شويه تحت الدش. فطبعا كل الكلام ده بيبدا ينزل عندك الدهون كلها، فبيبدا يخلي الشعريه تجف عندك وتهيش وتنشف ويحصل التساقط. اوكي. فعشان كده الناس كتير اللي عندهم فروه دهنيه او عندهم مشاكل في الشعر او عندهم حاجات كتيره، الكلام ده كله بيأدي او الجفاف. اوكي. يعني في فصل الصيف بيزيد الجفاف جدا. جفاف الشعر. خلي بالك ليه؟ الشمس، أشعة الشمس الكتير اللي بنتعرض لها. لو نوع الشعر غير دهني بقى، ده غير دهني. انا بتكلم على جميع انواع الشعر دلوقتي. تمام. احنا اتكلمنا عن الدهني. الدهني المفروض الطبيعي ليه روتين معين، وده المفروض شامبو معين وروتين معين بيكون خالي من السلفيت والصوديوم، واهتم بيه جدا والتغذيه بتاعته علشان خاطر ما يبقاش عندي قشره والقشره تسبب لي التهابات وحكه، وبالتالي زي ما قلت لك نوصل في الاخر للتساقط. وليه اوصل للتساقط؟ تساقط الشعر. يبقى روتين العنايه. تعالي نتكلم النهارده عن حاجه لطيفه قوي هتساعدني في جميع انواع الشعر. حلو. يعني بصي احنا دلوقتي بالنسبه للشعر او تساقط الشعر، تساقط الشعر دوت اسبابه كتير جدا. ممكن يكون سوء تغذيه، ممكن اكون بعمل رجيم قاسي، ممكن اكون بتعرض لشمس كتير، اشعه شمس كتير. لا خالص يا دكتور، انا ما بعملش اي رجيم قاسي. صح كده. ممكن اكون ما باخدش الفيتامينز، ممكن يكون عندي انيميا، ممكن اكون تقدم في السن، السشوار الكتير، المكوى الكتير. أيوة. الغسيل المتكرر، الحاجات كده. دي كلها الاكستنشن اللي في الشعر على طول والبواريك. احنا عامه في حياتنا مش بس في فصل الصيف، احنا ما نقدرش نستغنى عن كل شويه بريشنج وبيبي ليس وحاجات ففي ناس بتلجا للحلول اللي هي طويله المدى، اللي هو يروح يعمل مثلا فرد بروتين او كرياتين، وفي البعض بيلجا لحنه الفرد. هي الفكره بقى دمار للشعر. هي الفكره بقى خصوصا لو في مواد كيميكال. لو انا حابه الجا للحاجات دي، ايه المنتج اللي اروح له وانا مغمضه عينيا، او على الاقل حاسه ان انا بستخدم حاجه ميديكيتد؟ بالظبط. احنا كشركه اورجانيكا احنا بدانا نشتغل على المشكله دي ازاي. انا عايزه اوازن او اعمل بالانس ان انا افرد شعري وما افقدهوش. بالظبط. افرد شعري واحس ان هو صحي، افرد شعري وارممه. فبدأنا نعمل ايه؟ عملنا بروتين طبي. أوكي. مصرح من وزارة الصحة المصرية، واخد شهادة الايزو 9000 واحد على الجودة، جودة التصنيع. اوكي. طيب المنتج ده عبارة عن ايه؟ اورجانيكا بروتين. عبارة عن بروتين وكيراتين وكولاجين، احماض امينية، زبدة شيا، زيوت طبيعية، فيتامينز. اوكي. ايه ده؟ انا لو استخدمته ممكن ما اخدش الفيتامين اللي باخدها عشان اعوض ال لا ما ينفعش معاه؟ لا طبعا. بصي الفيتامين المحطوط، بس لحظه انا بغذي من بره يا جماعه، ده في الحالات اللي زي انا هنا مش بدي. انا عشان حد مكمم فلازم الفيتامين بتاعتي معاه. طبعا. لكن لو حد عادي طبيعي يستخدم عادي المنتج لوحده من غير فيتامينات. في ناس بيبقى عندها نقص في الفيتامينز بتاخد فيتامينز، مفيش مشكله خالص. أوكي. تاخد. لازم اغذي من جوه ومن بره، ما ينفعش من بره بس ومن جوه بس. يعني ده لوحده وده لوحده ما ينفعش، لازم الاثنين. ما ينفعش. انا مش بقول لك خدي سحر فهتبقي انه ده بيسبورت ده. بالظبط. طيب انا عندي ايه؟ عندي البروتين زي ما قلنا. بره بتلاقي كتير جدا بيقول لك ايه، بروتين بس او كيراتين بس او حاجه بالكولاجين بس اللي بيسموها فيلر. اوكي. مفيش حاجه اسمها فيلر ولا بوتوكس.
ثانية، هو في فيلر للشعر؟ اه في بيقولوا فيلر للشعر، بيحطوا فيه كولاجين او هيلورونيك اسيد، بس بيهربوا بالاسم التجاري علشان هم بوظوا سمعة البروتين شوية عشان الفورمالين اللي بيتحط فيه. اوكي، فالناس خدت فكرة فبدأ يغيروا الاسامي دي. طيب تعالي احنا بقى عندنا حطينا الحاجات دي كلها، اللي بيفرد الشعر مش الفورمالين، فورمالين مادة حفظ، مادة حفظ، فبيحفظ لك البروتين مدة اطول في الشعراية، فتلاقي الشعرايه مشدوده قوي وبتبدا لما بيدخل في الشعر بيكسر الروابط اللي موجوده جوه بالظبط، فتلاقيه كسر لك الشعر، اما تبدا الشعر يتساقط تلاقيه يتكسر يا وقع بطوله. فيقول لك انا شعري بيقع بطوله، بيقع كتير وبيقع كمان بكتله كبيره. فطبعا وقوع الشعر ده بكتله كبيره طبعا بيعمل فراغات في الشعر. اوكي، ده كله من الفورمالين. يبقى انا عندي بروتين، عندي كولاجين، عندي احماض امينيه، عندي زبده الشيا عشان اعلي المحتوى المائي للشعرايه. الشعرايه اللي بتبقى خشنه او مجعده او جافه بتبقى فاقده للحيويه خالص. يعني الحاجه اللي المفروض بتخلي الزرع حلو ايه؟ الميه، الشمس، الحاجات دي، صح كده؟ انا بالنسبه لي الميه بتاعتي اللي هي بالنسبه للشعر ان انا اعمل له روتين عنايه. روتين العناية يخلي الشعراية صحية وجميلة وهيلثي خالص وناعمة، ما فيهاش أي حاجة تضر، ما فيهاش تلف، ما فيهاش أنسجتها أو الروابط اللي جوه بتاعتها قوية. أوكي، ومبنية صح. فأنا بفرد وبرمم وبعالج بالبروتين ده، فرد وترميم وعلاج. أنا بس عايزة طيب، يعني إيه برضو حضرتك تأكدي لي المعلومة دي، معرفش ليه لما بيكون الشعر فيه مشكلة بنروح لكوافير، يعني مع احترامي كامل للكوافيرات بس هما ليهم تخصصهم اللي ما نقدرش نعيش من غيره، بس لما يبقى عندنا اعتقد مشكلة تساقط او مشكلة في الجلد اللي طبعا. هو ما هوش ما هي الروتس بتاعت الشعر ده جلد طبعا، لازم نروح لدكتور، لازم تروحي فعلا حد متخصص. صح كده؟ طبعا. لما بكون في كوافير وبشوف مين اكتر الناس اللي بيترددوا على فكرة البروتين والحاجات ومنتجات الفرد اللي بتبقى موجودة اصلا كتير وساعات بتضر الشعر بالظبط، بيكون البنات الصغيرة وبعض الحوامل. كلميني عن تأثير هذا المنتج على البنات الحوامل والأطفال الصغيرة. بس هو آمن على الأطفال من سن 6 سنين، من سن 6 طيب. سنين. ليه أنا قلت من سن 6 سنين؟ هو آمن قبل كده، هو آمن عموما، بس ليه من 6 سنين؟ علشان أسيب الشعر ياخد راحته، أعرف شعر بنتي وصل لإيه، هو هيقف على كده خلاص، هو بقى مجعد خشن خلاص في الفترة دي من 6 سنين، لأن شعرنا اللي اتولدنا بيه مش هو ده دلوقتي، خلي بالك خالص. مفيش حد هتقابليه يقول لك أنا شعري ده اللي اتولدت بيه، كله بيقول لك شعري اتغير. فلحد 6 سنين عشان اطمن واشوف شعر بنتي بقى هو ده خلاص، بقى هو المجعد او هو الكويس او هو كذا او هو مشكلته ايه، ونبدا نعالج المشكله دي من سن 6 سنين. وكبار السن طيب مثلا او الحوامل، هو امن على كله. الحوامل دايما بقول خليكي بعد الشهر الثالث او الخامس، كده كده ده طبيعي، خلي بالك لازم في اي حاجه بتعمليها صبغه في اي حاجه خليكي بعد الشهر الثالث او الخامس. اوكي، ده افضل، ده افضل. طيب انا عايزه اعرف حاجه، المفروض الايفكت بيبان من بعد اول سيشن؟ عايزه اقول لك في اول سيشن في حالات احيانا مستعصيه زي الشعور الخشابي بتيجي، بتاخد 2 سيشن. يعني في اول سيشن اتوانس على طول واحنا قاعدين بتشوفي النتيجه بيفور اند افتر، حاجه تانية خالص. يعني هو الطبيعي او الماجوريتي من الناس بياخدوا سيشن واحده، بالسيشن واحده، لكن لو حد شعره مجعد قوي مجعد قوي اللي هو الخشابي اللي هو واصل، لان هو بيحصل ان ما حدش بيسرحه. يعني بيجي لي ناس ما بيسرحوش شعره، بتلاقي الشعر ملموم تقول لك اصل انا مكسله ان انا اسرحه، فالشعر بيعمل جوه المفروض حاجه زي الخشابي بالظبط. ده الشعر الخشابي، ده شعر مسبوغ؟ لا ده شعر عادي، بس الشعر ده مجعد وفي صبغه زي ما انت شايفه. بصي الشعر بقى اللون بتاعه واللمعه بتاعته، بصي الشعر عامل ازاي، بصي اللمعه عامله ازاي، لمعه حلوه جدا. الشعر كمان عايزه اقول لك قوي، الشعرايه كمان بتطول، يعني خلي بالك الشعرايه، بصي شوفي تقلها وسمكها بيزيد ازاي، يعني فيها كولاجين، فيها أيوة، ما هي الشعر لما بتكون مجعده بتلولو فبترفع شويه بالظبط، بعد كده بتتخن بقى سمكها بيتخن. ليه؟ علشان في الكولاجين الاحماض الامينيه بالظبط. انا رممت الشعرايه فبدات ازود سمك الشعرايه نفسها. طيب عايزه اقول لك ايه المختلف عندها. بصي دي طفله، دي طفله عندها تقريبا 8 سنين شعرها بيفور اند افتر، عايزه اقول لك ما شاء الله هايل، بيفضل كده من 9 شهور لسنه. بصي بقى دول طفلتين صغيرين، بصي الشعر، عايزه اقول لك بقى بيفرق في النفسيه ندى جدا 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 طبعا جدا طبعا.
انا لان الطفل يعني كمان بيسال انا ليه شعري مش زي زميلتي اللي في المدرسه، ما بيرضوش يروحوا المدرسه. يعني بيقول لك انا عايزه قصه، عايزه شعري يكون زي صاحبتي، عايزه مش عارفه ايه، نفسيتهم بتتعب قوي. يعني الحالات اللي بتجي لك تقول لك انت كنت فين مثلا من زمان لان شعرنا ما بينزلش فعلا. عايزه اقول لك البنتين دول ما شاء الله شعرهم هايل بس مختلفين، خلي بالك. لا بس يعني انا مش عايزاكي تكروتيني، انت قولي لي كل برودكت من دول بيعمل ايه. بصي البنوته دي، بصي الاثنين بقى شعرهم بقى عامل ازاي ما شاء الله. بصي ما شاء الله اللمعه كمان. انا عايزه اقول لك الشعر هنا ندى بيبان ان هو ناعم طبيعي. عارفه الشعرايه الناعمه الفيك اللي بتبقى مشدوده بلاستيك بالظبط، دي ناعمه طبيعي، يعني فيها مرونه عاليه جدا وفيها كمان المحتوى المائي بتاعها عالي جدا، فبيخلي الشعرايه حلوه جدا جدا وقويه عندك وما بيحصلش تساقط لان ما فيهوش فورمالين. طيب قولي لي عايزه اقول لك بقى الميزه اصلا اللي فيه ايه، ان انا معايا مجموعه افتر كير. أوكي. كل الستات لما بتفرد بتقول لك طب انا هستخدم ايه بعد، طب انا هعمل ايه بعد، طب انا مش عارفه الروتين بتاعي اللي هو الشامبو بقى والكونديشنر والفيتامينز تقريبا. الشامبو اللي هو المفروض ان هو امن فيه نفس مكونات البروتين، وفي الهير ماسك اللي فيه نفس مكونات البروتين، بيعلي المحتوى المائي، وتعملي جلسه ترميم لنفسك مرتين في الاسبوع بيه. ده انا ممكن اعمله في البيت بقى. بتعمليه في البيت عادي مفيش مشكله خالص، ومعاه السيرم اللي هيعمل لك حمايه للشعرايه زي كفر. طب كفر احنا حماية. ممكن نفتح البرودكتس كده، تعالي بينا يلا. نفتح ده وعايزه اوريكي حاجه. ده الكولكشن اللي بيستخدم في السيشن بالظبط. بصي اللي هو بيبقى عند حضرتك في السنتر صح كده. ده البروتين زيرو فورمالين. اوكي بصي انت ممكن تشامي معايا ولا ايه؟ طبعا. ايه رايك؟ عشان كده قولي لي ايه رايك؟ وطبعا لو في فورمالين تلاقي نفسك دمعتي، تلاقي نفسك مش قادره. ايه؟ انت ادمنتي ولا ايه؟ لا ريحته حلوه. ادمنتي؟ ريحته حلوه قوي. ايه رايك؟ ريحته حلوه. بصي بقى انا هعمل لك حاجه كده لطيفه لحد اخر البرنامج نشوفها مع بعض. اوكي. بصي اهو بروتين اهو زيرو فورمالين مكتوب عليه. بصي. ويا جماعه الاستاذه قالت نوهت في الاول انه ده مصرح من وزاره الصحه، يعني ما فيش اي معلومه ممكن تتكتب على الازازه دي بالزبط. خاطئه خالص. بصي هبدا اعمله كده وخلينا لاخر لو في اي حاجه في فورمالين هيعمل التهاب. الاسكان هتلتهب طبعا مش هتستحمليه خالص على الاسكان. ايه البرودكت اللي مع الكولكشن؟ طيب تعالي بقى تاني، احنا دلوقتي في تساقط بيحصل زي ما قلنا، التساقط اسبابه كتير ويمكن قلناها في اول الحلقه صح كده. طيب بدانا نشتغل في طبعا مواد موجوده بره كيميكالز اللي هي المينوكسيديل اللي بتلاقيها تركيزات معينه وتلاقيها بعد ما بتستخدميها لو بطلتيها يبدا يحصل تساقط في الشعر كتير قوي. طبعا انا مش حابه ان احنا يحصل التساقط بتاع الشعر ده، طب ابدا اشتغل ازاي على المشكله دي؟ اشتغل بمواد طبيعيه. فبدانا الدراسات والابحاث طول الوقت شغاله. فاحنا لقينا ان الكافيين مسرع من نمو الشعر. لو قريتي عن الكافيين شويه هتلاقيه مسرع جدا من نمو الشعر. انا بعرف ان هو بيستخدم كفات بيرنر، يعني ده فات بيرنر بيستخدم. هو انت تقدري ان انت تستخدميه كفات بيرنر، وده على فكره غلط جدا عشان ضربات القلب بيعلي الهارت ريت صح. فده بيبقى بيعمل مشاكل كتير وكمان بيعلي الضغط، وده ده قصه ثانيه خالص. طب نقدر نستخدمه؟ نستخدمه في ايه؟ نستخدمه موضعي على فروه الراس، فبيزود عندي بندلك طبعا الشعر. عشان بننشط البصيلات بالظبط. فطبعا احنا مش بس كافيين، حطينا كمان قهوه خضراء مضاد اكسده. القهوه الخضراء حاجه والكافيين حاجه. فمضادات الاكسده دي بتعمل عندي ايه؟ بتحمي عندك الشعر من الشيب، ان يحصل له شيب مبكر. ايوه الناس ولو عندي شيب يغمق لك الشعر، مش هيمحيه، مفيش حاجه بتمحي، بس بيقلل من ظهوره، بيقلل من ظهوره ويغمق لك الشعر شويه او يبطئ، يعني بيبطئ وبيقلل لك الشعرايه بدل ما تبقى بيضه قوي بتبقى لونها جراي غامق. اوكي. فبيغمق لك لون الشعرايه شويه، بيحافظ لك على الشعرايه اللي هي ايه؟ مضادات اكسده. أوكي. طيب عندنا ماده السوبالميتو، ده عشب. السوبالميتو ده بيكافح هرمون الدي اتش تي، الهرمون ده مسؤول عن تساقط الهرمون الذكوري. اوكي. بيبقى عالي احيانا فبيسبب تساقط او الصلع الوراثي. اوكي. ففي ده اللي هم الناس بيبقى عندهم مثلا شعر في الدقن او كده، الشعر اللي بيحصل صلع على الرجاله. الرجاله شعرهم بيرجع لورا على طول لو تلاحظي على طول. أيوة الست سبحان الله، ده من نعمه ربنا علينا ان احنا بتلاقي الاطار موجود بتاع الشعر، الشعر من هنا بيخاف. ده ستر ربنا يا دكتور. ستر ربنا. ده ستر ربنا طبعا. فبتلاقي الشعر بيبدا يخف من النص. أوكي. ما بيحصلش فيه اي مشكله. طيب بعد كده ببدا ايه؟ بنبدا نشتغل. يبقى احنا قلنا القهوه الخضراء، الكافيين، السوبالميتو، الجينسينج. الجينسنج ده عشب طبيعي، فانتي بتحطيه على العسل عشان يديكي باور وطاقه وبيعمل تنشيط للدوره الدمويه. صح. احنا حطيناه كعشب في المنتج ده علشان يعملوا انا بسميه قنبله، لان احنا في كل حاجه
بتساعد على نمو وتجديد خلايا فروة الرأس زائد تنشيط البصيلة الخاملة الكسلانة البصيلة التالفة يقدر ينشطها. بس أهم حاجة عندي إيه؟ يكون في بصيلة، ما يكونش أوكي. عندي الشعر سيراميكا. أنا هتكلم بقى عادي عشان الناس تفهمني. لا مش سيراميكا بس هو في ناس بتعاني من الصلع. الصلع إن أنا عدى عليا 7-8 سنين أنا ما فيش ولا شعرية في شعري، فما ينفعش، لازم يبقى في بصيلة عشان تقدري تشتغلي عليها. لا وعايزه برضو اطمن الناس يعني حتى زرع. الناس اللي وصلت لهذا الليفل عادي خالص، ده زرع وليه علاجه وهنتكلم على ده على فكره في الحلقات الجايه كده. ده في ناس في شعرها عندها شعره بتحلق عشان يبقى شكلها حلو جدا. ايوه طالعه اه والله بجد. طيب عندنا كمان فيتامينز اي واي، وعندنا زيوت طبيعيه، زيت بذره الكتان، زيت الجوجوبا، زيت الارجان، زيت في الاوميجا 3 والاوميجا 6، في كمان زيت الصبار، في جوز الهند، في مجموعه من الزيوت الطبيعيه كلها اللي بتشتغل على فروه الراس. يبقى اذا انا بشتغل على البصيله نفسها. أوكي. طيب حاطين معاها ايه تاني؟ حاطين الشامبو، الشامبو نفس مكونات اللوشن اللي هو لوشن الانبات، في برضه نفس القصه، في الجينسنج والسوبالميتو، في برضه الاعشاب كلها الطبيعيه اللي موجوده، الخلاصات كلها زي القهوه الخضراء وكل الحاجات الطبيعيه طبعاً علشان تنشط معايا. خلي بالك الغسيل مهم، غسيل الشعر. ما انا لسه كنت اسال في ده، الشامبو اللي موجود فري سلفات؟ اه فري سلفات. الله عليك. وعايزه اقول لك كمان طبي، وفي زيوت طبيعيه بتعادل وتعمل بالانس كمان البي اتش بتاع الشعرايه، فبيخلي الشعرايه لطيفه معاكي، ما بيأذيش الجلد في حاجه، بالعكس الشعرايه كويسه جدا وبتبقى قويه. ومهم جدا من غسيل الشعر، ناس كتير تقول لك اصل غسيل الشعر عادي، لا، وابدا بجذور الشعر وابدا انزل الشاور على الشعر فينزل على باقي الشعر عندي. طب ده بالنسبه لي الزيوت الطبيعيه بقى هنا. طيب لو مخرجنا يقول لي بقى انا كده غلط ولا ايه؟ طيب انا عايزه اعرف حاجه. دي فرد، دي مجموعه الفرد. حلو، يبقى ده اللي هو فيه ماده، في 4 ايتم، ده البروتين 200 مللي، وده الشامبو 200 مللي، تمام، اللي هو فري سلفات بالظبط، ده سيرم، وده سيرم، ده بيتحط بعد كل مره بنكسر الشعر عادي. اه مفيش مشكله خالص، واستخدام يومي كمان. وعلى فكره وده المعشق، حلو جدا للاطفال اللي بتنزل الحمام السباحه كتير، السباحه تمرين السباحه. أوكي. بيعمل كفر على الشعرايه، بيحميها من الكلور. أيوة، عشان اللي موجود فيه كلور في الميه. ده هير ماسك، ده اللي بعمل بيه البروتين اللي هو الترميم اللي في البيت، انا برمم الشعر فيه نفس مكونات ايه، نفس مكونات البروتين، فانا بعمل روتين كده ايه، ترميم الشعر بتاعي في بيتي. اوكي، بعد ما بمشي بقى انا اذا مش محتاجه ان انا اسال بقى انا هستخدم ايه بعد البروتين. انا بس بيفضل عندي من 9 شهور ل 12 شهر. أوكي. يعني الروتس الجديده اللي هتطلع اعملها، مفيش حاجه اسمها شعري هيفضل كده على طول. اوكي، عشان الناس مفكره ان شعرها هيفضل كده لا على طول. لا اكيد ما في روتس، في حاجات دي بتطلع. تعالي نفتح هذا. ده افتحي، انا حاسه ان انا بعمل انبوكسنج. اضغطي تحت عليها هتفتح على طول معاكي سهل. افتحي ايه، افتحي ده على هوا. ايوه على هوا بسرعه. بسم الله. اوكي ايوه يلا بينا اهو. احلى حاجه ده شامبو برضو، بس ده الشامبو بتاع الجروس هير او اللوس هير اللي هو التساقط الشعر. اوكي، ده في يبقى ده لنوع شعر معين يعني الكولكشن ده المجعد، ده الشعر هفرد شعري والاقيه زي ما احنا شفنا الفيديوهات دلوقتي. ناعم زي الفل، ما فيهوش اي حاجه خالص، يعني ده اصعب نوع شعر بيشتري الكولكشن. بالزبط. ده بالظبط، ده حاجه، ده بيشتغل على الفرد. أوكي. ده بيشتغل على التساقط، علاج تساقط، انبات، اطاله. مش تلاقي ناس تقول لك انا قصيت شعري ما عادش بيطول؟ بالظبط بالظبط، هو بينشط بصيلات الشعر. يقعدوا يقولوا الكوافير بخيل وحاجات. أيوة. كده غريبه صح؟ تعالي نقول مع بعض. إيه ده اللوشن، لوشن الانبات. انا عايزه اقول لك ان احنا لو رجناه واصلا حطيتي بخه هتحسي اصلا بالانتعاشه. عايزه تجربي؟ تيجي نعمل كده؟ تعالي. اوعى يكون عيب. ردي كويس، وبخي هنا في فروة الراس. صدقنا في الروتس جوه؟ بخي هنا في فروة الراس قريب هنا عشان تشوفي. هنا ايوه هنا كده. روح بخي بختين. هو لسه عشان لسه جديد. لسه جديد. ايوه أوه. لا مش على كده، مش على الشعر من بره. على ايوه على الروتس نفسها من جوه. هتحسي عارفه النعناع؟ ايوه. هتحسي بحاجه كده زي النعناع، كانك عملتي ريفريش كده لفروة الراس. ده انت كانك عملتي ريستارت يعني. بالظبط. ريستارت. لا حلو قوي، حلو قوي. طيب. وتالت ده ايه؟ دي مجموعه الزيوت الطبيعيه، دي زيوت طبيعيه، اكتر من 13 زيت كمان بيساعدني على الانبات الشعر، يعني احنا كورس كامل، كورس ثلاثي ده للشعر العادي لعلاج تساقط الشعر. ده للشعر العادي، هو لكل انواع الشعر.
مش احنا قلنا ده المجعد؟ ده المجعد وده للتساقط، ده حاجه ثانيه. اوكي تساقط يا ندى، تساقط. مش بتلاقي كده في شعر بينزل كده وبيحسب محتاجه و... ايوه. انت كلنا بعد الاكل ده. قولي لي بقى، تعالي بقى، الناس اللي بتعاني من تساقط الشعر محتاجه غذي جوه، صح؟ تمام. انت عندك مالتي فيتامينز اهو، في كل المواد اللي بتساعد على انبات الشعر برضو وتجديد الخلايا والبشره، وهو عباره عن باودر، رو باودر. كلمه رو دي جايه من الحاجه البيور، اوكي، الحاجه اللي هي اللي لسه خام. فده جاي فيه فيتامينز كتير جدا مهمه للشعر، في البايوتين، في الفوليك اسيد، في الحاجات كلها المهمه جدا للشعر والبشره. مهم جدا ان انا اهتم ببشرتي. ده باخد منه قد ايه الجرعه؟ بتاخدي منه معلقه قبل الاكل او بعد الاكل. اوكي، مفيش مشكله، معلقه معلقتين حسب الـ 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 الحاله نفسها. اوكي، وده ده بقى عايزه اقول لك ده لتجاعيد البشره. طيب الناس كلها بتستنى دلوقتي، احنا بيظهر عندنا من سن 16 سنه في ناس عندها خطوط وتجاعيد، ده من سوء التغذيه، فاست فود كتير. اه طبعا، وعدم شرب الميه. لسه هكمل، عدم شرب الميه. ايوه كده، عدم شرب الميه، عدم التغذيه السليمه. انا باكل طول الوقت بره البيت مقليات 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 وحاجات بتدمر حياتنا على فكره، بتدمر جسمنا. ده غير ان في بنات في سن صغير بتدخن، فكل الكلام ده طبعا بيأثر على البشره، بيأثر على الشعر، الكلام ده كله. طبعا ده في ايه؟ في كولاجين، في هيالورونيك اسيد. عايزه اقول لك الهيالورونيك اسيد بيعمل ايه؟ عارفه الاسبونج؟ انا اعرف للبشره هو ان جدا يعني، جدا بس ما بيمتص الميه 100 ضعفها. اوكي، فبيخلي البشره عندك زي الاسبونج. عارفه الاسبونج بتاع اللي احنا بنغسل بيه الاسبونج؟ لما تسيبيه كده على جنب وتلاقيه ناشف، مش بتلاقيه مكرمش كده كرمش، وفجاه تيجي تحطيه في ميه ايه اللي بيحصل؟ بينفش، بينفش ويفرد. هو الهايلورونيك بيعمل كده. هايلورونيك كولاجين فيه فيتامين A وB وC وE، يعني بيدي فوليوم للشعر؟ ده للبشرة، للبشرة سوري، البشرة بيدي فوليوم رفيعة. بيملى الخطوط. أيوة، أما بيحصل عندنا إن بيحصل تهدل للبشرة. بتحصل إزاي؟ بيحصل عندي ان انا لما بتعرض كتير للشمس والجفاف كتير، وان انا طول الوقت في الشمس من غير سان بلوك، سان بلوك مهم، ولا اي حاجه من دي خالص، بيبدا البشره عندي الخلايا تتلف، فتبدا تنزل تنزل تفك من بعضها، فيبدا الجلد ينزل. طب انا عايزه اعيد بناء الحاجات دي تاني، فدخلها الحاجات دي كلها، البروتينات بقى والهيالورونيك والكولاجين والفيتامين سي والفيتامين اي والحاجات كلها المهمه ومضادات الاكسده وزبده الشيا، يقوم يبدا يلم معايا تاني، فيرفع تاني، فيحصل الخدود اللي احنا بنقول عليه. اوكي، سؤال بقى، تقريبا من سن كام المفروض نستخدم الكريم ده؟ عادي، انت ممكن تستخدميه من سن 16 سنه 20 سنه، لانه كل مواد طبيعيه. ودلوقتي زي ما قلت لك مفيش اصلا حد بيجيلك 16 سنه عندهم تجاعيد في الجبهه وفي الوش. اوكي، فده بالنسبه لي. طيب استخدمه مع ايه؟ استخدمه مع الغسول ايبافيت. اوكي، اللي هو ده اول الغسول اللي هو الايبافيت اللي هو اول واحد اللي عندك. اوكي، ده غسول حلو جدا ملطف للبشره لجميع انواع البشره، ده فيه مكشرات طبيعيه، ساليسيليك ولاكتيك وجليكوليك، ده بيقشر البشره معايا الطبقه الخفيفه اللي بره اللي اتحرقت من الشمس. اوكي، ويبدا كمان يحفز، بيجدد الخلايا الميته، بيجدد الخلايا ويحفز الطبقات الجديده انها تطلع عندي. أوكي، ده بالنسبه لي. طيب اللي جنبه بقى ميلا على طول. أوكي، ده تفتيح بشره، تفتيح للبشره. أوكي، في خلاصه الليكروش اكستراكت. ايه الليكروش؟ اللي هو العرقسوس، بيوحد لون البشره. تمام، اللي بيوحد لون البشره فيه فيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين سي. انا اول مره اعرف بصراحه ان العرقسوس ريليتد بالبشره. هحكي لك ده، دي قصه ثانيه نحكيها بقى في حلقات ثانيه، ده لازم عشان نلحق نقول كل حاجه. ده لازم البرودكت اللي بعده. عايزه اقول لك ان في اي كونتور واقع كده تحت، اي كونتور كده واقع بالطول كده، الاي كونتور ده. ده بصي بقى، الهالات السوداء، في ناس بتقوم جايبه التفتيح وتقوم حاطاه في الهالات السوداء. لا دي مناطق اكثر اسمرارا وغير كده، فاحنا محتاجين حاجات اكثر رقه في الجلد، يعني الجلد رقيق جدا وحساس جدا 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 تحت العين. المفروض الطبيعي ان انا استخدم له حاجات معينه بتركيزات معينه علشان انشط كمان الدوره الدمويه. خلي بالك ان في ناس بيبقى عندها هالات، الهالات دي بتبقى من ايه؟ ممكن يبقى في كسل في الشعرات الدمويه اللي تحت، فتلاقي الاورده اللي موجوده مزرقه شويه، فبتدي عندي عاكس او شادو ان ايه؟ ان ده في غمقان تحت الجلد. ايه تاني البرودكت اللي بعده؟ عايزه اقول لك كمان في عندي كمان بالنسبه للغسول النسائي، في مجموعه هي غسول نسائي ومناديل مجموعه التفتيح، تفتيح الاماكن الحساسه. طيب تفتيح الاماكن الحساسه عندنا دلوقتي كلين اند دراي، كلين اند دراي مناديل. طبعا ناس كتيره جدا بيبقى في اسباب كتير لغمقان المناطق الحساسه، ان انا ممكن اشيلها ب ب ب ب بحاجات تقليديه انا بعملها او حاجه بشيفنج او كده، فده بيسبب التهابات، بيسبب غمقان في المنطقه الحساسه. طبعا في حاجات تانية، الملابس القطنيه مش قطنيه، الياف
في بعض الماتيريالز بتبقى فيها بوليستر او حاجه، فالمفروض الطبيعي ان انا استخدم المواد القطنيه. في حاجات كتيره لزياده الوزن او الاحتكاك بيؤدي لكده برضو، كل الحاجات دي بتؤدي الى غمقان المناطق الحساسه. طبعا ابدا امشي الروتين ازاي، في غسول بيساعد على التفتيح، وفي عندك مناديل تساعد على التفتيح بيستخدمها كل يوم مساء. انا هشوفك كتير قوي. انا عايزه اقول اخر حاجه بقى، قولي اخر حاجه. في ناس كتيره سالني عليها الحبوب البشره الاكني والاكتف اكني، اللي هي الحبوب اللي تحت الجلد. لا، الحبوب الشباب، حب الشباب. حب الشباب ده عايزه اقول لك مشكله ناس كتيره قوي. عندنا جلونكس ده منتج هايل جدا، حب الشباب، بستخدمه مع الغسول. ده بينظم افرازات الدهون اللي موجوده في البشره، وفي كمان مقشرات زي السلسلك واللاكتيك والالفا والبيتا، وفي كمان عندك كمان فيتامين، في فيتامين اي وبي وسي واي، وفي على فكره خلاصه الصبار، زيت زيت شجره الشاي، عندك كمان في بذره الكتان، في الاوميجا 3 والاوميجا 6، في بانسينول، في حاجات كلها. بانسينول ده من اشهر المرطبات. في الكبريت اللي بيخلصك كمان من الطبقه اللي موجوده في البشره دي كلها ويجدد البشره. لا انت مش هتكروتين، هتجيلنا حاجات كتيره قوي بحضرتك. بصراحه المنتجات كتير هتجيلنا تاني. وعايز اقول لك احنا لينا مكان يا ندى، لينا مركز موجود، المركز بتاعنا موجود في 6 اكتوبر. يا ريت نعرضه، يعني يا ريت نعرض المكان ان شاء الله. انا هعرض لك فيديو الحلقه الجايه باذن الله، فيديو ليه انسرتات كتيره للمكان ان شاء الله بكل الاجهزه اللي موجوده فيه كمان. دكتور نجلاء شرفتينا ونورتينا، وهعمل لك خصم بقى يعني، ده يا ريت ترضي عشانك. شرفتينا ونورتينا حبيبتي. واكيد لينا لقاءات تانية كتير ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل سريع مريع ونرجع تاني من فضلكم، ابقوا معنا.